بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الراديولوجي اللي هو الجزء بتاع البتراس بون. تمام. قبل ما نبدا كده، بس في كلمتين كده نسينا نقولهم في الفيديو اللي فات، هنقولهم بسرعه كده. بيقول لك ان الاسمويد ساينس ما بيبقاش جزء على بعضه كده زي الفرونتال ساينس او الماكسيلاري ساينس، لا بتبقى متقسمه لاجزاء انتيرور بارت وبوستيرور وميدل. تمام. بعد كده الفرونتال ساينس بيقول لك ان هو بيفتح في حاجه اسمها نيزو فرونتال داكت. تمام. النيزو فرونتال داكت دي اللي بتوصله في الفتحه بتاعه اللي هي موجوده في الميدل ميت. تمام. بس كده نبدا بقى الجزء الجديد بتاعنا. عايز بس افكرك بسرعه كده الاناتومي بتاع الاير. الاير عندنا بتتكون من 3 اجزاء: external ear و middle ear و ايه و inner ear. تمام. ال external ear فيها جزء cartilage، تمام، اللي هو الجزء ده كده، وفيها جزء bone. تمام. طيب عايز اشوفهم عاملين ازاي في السيتي. اهي دي صورة اهي بتبين ال external ear. تمام. الجزء ده جزء cartilaginous وده الجزء الايه البوني بارت. تمام. بيقول لك الجزء بقى الاسمر ده ده الاكسترنال اوديتري كانال. تمام. بيقول لك ان الاكسترنال اوديتري كانال دي في اخرها التمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين ده بيبقى اتاتشد لحاجه اسمها التمبانيك انيولوس. التمبانيك انيولوس ده في الجزء الانترو سوبيرور بتاعه في حاجه اسمها سكيوتو. تمام. طيب بعد كده هتكلم عن الميدل اير. الميدل اير الكونتنت بتاعتها فيها البوني اوسكلز ميليس وانكس وستيبس، وفيها ماسلز ونيرفس. طبعا مش هشوفهم بالسي تي. تمام. وفي كونكشنز بتوصل الميدل اير باجزاء تانية زي الاوستيكيان تيوب بتوصل الميدل اير بالنيزوفرانكس، وكمان حاجة اسمها اديتاس اد انترام بتوصل الميدل اير بالماستويد انترام، ودي هنشوف لها صورة برضه. تمام. بتوصل بالفيستيبيول بتاع الانر اير بحاجه اسمها ايه اوفال ويندو، بتتوصل بالكوكليا برضو بتاع الانر اير بالراوند ويندو. تمام. طيب بعد كده عايز افكرك بس سريعا كده الاناتومي بتاع البوني اوسكلز. تمام. الجزء ده الميلياس. تمام. يبقى دي الميلياس. تمام. ودي الانكاس. تمام. والجزء اللي في الاخر ده الستيبس. طيب الميلياس بتتكون من ايه؟ قالك الجزء ده اسمه هيد. تمام. والجزء ده اسمه هندل. طيب الانكاس بقى بتتكون من ايه؟ قالك الجزء ده اسمه البادي، والجزء ده شورت بروسيس، والجزء الكبير ده لونج بروسيس. تمام. طيب بعد كده عايز اشوف السيتي بتاعهم. قالك في حاجة ايه لاند مارك كده في الميدل اير. تمام. لما باجي اخد سيكشن في الميدل اير بيبان ايه؟ قالك انا لو خدت سيكشن كده في الجزء ده اللي متشاور عليه بالاحمر ده هيظهر معايا ايه؟ قالك هيظهر معايا الهيد. تمام. والبادي بتاع الانكس والشورت بروسيس. يبقى هيظهر معايا الهيد بتاع الميلياس والبادي بتاع الانكس والشورت بروسيس بتاعها. تمام. هي بتظهر ايه على شكل حاجه اسمها ايه ايس كريم كون، يعني حاجه كده شبه الايس كريم. تمام. هي الجزء ده الجزء الصغير ده. تمام. بتتكون من ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا بتتكون من الهيد بتاع الميلياس والبادي والشورت بروسيس بتاع الانكاس. بيقول لك ان الميلياس والانكاس بيبقى ما بينهم جوينت كده سميه، وطالما ما بين الميلياس وانكس يبقى اسمه ايه انكودو ميليال جوينت. ولو قلت برضو ميليو انكودال جوينت صح برضو مش غلط، بس الاشهر ان احنا بنقول عليه انكودو ميليال جوينت. تمام. طيب بعد كده عايز اعرف الكونكشنز اللي في الجزء ده. قالك ان الجزء ده بيتوصل بالماستويد انتر. الجزء ده اللي هو اللي اسمه ايه ماستويد انتر. الميدل اير بتتوصل بيه بجزء ناره هنا كده. الجزء ده اسمه ايه اديتاس اد انترو، او السبلنج بتاعه اديتاس اد انترو.
تمام. طيب بعد كده عايز اشوف ايه، لو خدت مقطع تحته كده او مقطع في ليفل تحت الجزء اللي احنا قطعنا فيه، هيبان عندي ايه؟ قالك هيظهر الهاندل بتاع الميلياس وهيظهر اللونج بروسيس بتاع الانكس. تمام، هما في السكشن ده بيظهروا على شكل تو دوتس، على شكل نقطتين كده في الميدل اير. تمام، طيب عايز اعرف بقى ايه الكونكشنز اللي بشوفها في الليفل ده. قالك بيظهر معايا حاجة اسمها الاوستيكان تيوب، هي الجزء ده اللي متشار عليه بالسهم. تمام، الجزء الاسمر ده دي الاوستيكان تيوب اللي بتوصل الميدل اير بالنيزوفارينكس. تمام، طيب بعد كده عايز ادخل على الميدل اير. قالك الميدل اير دي لما باجي اخد مثلا مقطع كده فيها، لو خدت مقطع في الليفل ده كده هشوف ايه. قالك لو خدت مقطع في الجزء ده كده هيظهر معايا اللاترال سيم سيركولار كانال. هي اصلا السيم سيركولار كانال دي انا عندي الجزء اللي فوق ده سوبيريور سيم سيركولار كانال، والجزء اللي ورا ده بوستيريور سيم سيركولار كانال، والجزء اللي نايم بالعرض ده لاترال سيم سيركولار كانال. طيب انا لو خدت سيكشن كده فيهم هيظهر معايا اللاترال سيم سيركولار كانال، هتظهر بالفول كورس بتاعها، يعني هتظهر كلها. تمام، قالك هي بتظهر في السكشن ده على شكل ايه؟ بص هي شكلها مميز اوي، شبه الخاتم كده. يعني الخاتم كده بيبقى له ايه، فص قدام كده وله جزء ورا كونكتنج كده. تمام، الجزء بقى اللي ورا ده، الجزء الكونكتنج بارت ده اللي اسمه ايه، لاترال سيمي سيركل كانال، اللي زي ما قلت لك بتظهر بالفول كورس بتاعها. تمام، طيب الجزء الفص اللي قدام ده اسمه ايه، ده اللي اسمه الفيستيبيول. تمام، طيب قالك بقى البوستيريو سيمي سيركولار كانال اللي هي دي بتظهر برضو في المقطع ده على شكل تو دوتس كده، برضو نقطتين كده تحت كده اهو اللي مش هقول لك عليهم دول. تمام، دول الايه، البوستيريو سيمي سيركولار كانال بس كده. بعد كده اهو مش هقول لك عليهم برضو بالسهم، بوستيريو سيمي سيركولار كانال. تمام، بعد كده هتكلم بقى عن الايه، عن الكوكليا. تمام، في جزء برضو سيكشن في ليفل تحته شوية بيظهر البوستيريو سيمي سيركولار كانال اوضح من النقطتين اللي احنا شفناهم دول اهو، اللي هو ده البوستيريو سيمي سيركولار كانال، وده برضو الخاتم اللي احنا قلنا عليه، ده اللاترال سيمي سيركولار كانال، والجزء الفص ده الفيستيبيول. تمام، طيب بعد كده هتكلم عن الكوكليا. تمام، قالك الكوكليا لما باجي اخد اول سيكشن احنا قلنا عليه اللي هو كان ده، لما باجي اخد سيكشن في الليفل ده كده بيظهر معايا اللاترال سيمي سيركولار كانال، وبيظهر معاها دوم اوف كوكليا. دوم يعني قبة، يعني الجزء اللي فوق من الكوكليا. قالك هي بتظهر ايه، بالشكل ده كده اهي، دي الدوم اوف كوكليا، اهي الجزء ده. تمام، بعد كده لو خدت سيكشن في مستوى تحت الدوم شوية هيظهر معايا ايه، الكوكليا، لفة ونص من الكوكليا. تمام، هما كاتبين في الكتاب انها بتظهر على شكل ديش كونتيننج فود، يعني طبق فيه اكل، يعني اللي هي ايه، ظاهرة بالشكل ده، بس انا بصراحة بشوفها على شكل حرف نون كده. انت تشوفها يعني زي ما تشوفها بقى، تشوفها حرف نون، تشوفها زي علامة الواي فاي، تشوفها ديش كونتيننج فود، مش مهم، المهم ان هي ايه، الجزء ده كده. تمام، دي الكوكليا 1 اند هاف تيرم، يعني لفة ونص من الكوكليا. تمام، وفي في مستوى اقل منه شوية البيزل بارت، يعني الجزء اللي تحت من الكوكلي اللي هو ده، بيقول لك هي بتظهر في الايه، في المستوى ده على شكل دودة كده ورم، وفي اخرها دوت اوف اير، يعني نقطة من الهواء كده
دي النقطة بتاعت الهواء دي فتحت الكوكليا على الميدل اير. زي ما احنا عارفين ان الايه الكوكليا بتفتح على الميدل اير بحاجة اسمها ايه راوند ويندو، تمام. فالجزء النقطة دي حاجة اسمها ايه، النقطة دي اهي، دي حاجة اسمها ايه النيش اوف راوند ويندو، تمام. مش علينا، المهم انت تعرف ان الجزء ده البيزل بارت اوف الكوكليا وخلاص، بس كده، شكرا.